كره الخيط. السيره الذاتيه كتناول الطرد، كتناول الصور والمشاهد والطرد التعسفي اللي تعرضت له انا والعائله ديالي من الجزائر. حنا القضيه تاع المغاربه المطرودين من الجزائر قضيه وطنيه، خصها يعرفوها المغاربه كاملين. وهذه القضيه هذه حنايا ادينا الثمن من اجل الوحده الترابيه المغربيه، هذه خصكم تعرفوها، هذه وراها هذه ما فيها نقاش. والطرد ديالنا جاء من اجل استرجاع الصحراء ديالنا، ومن اجل ذاك المسيره الباهره اللي فجرت الحقد ديال الجزائريين، هو ريبو مدين والنظام ديالو بما في ذلك بوتفليقه. ما لقاوش كيفاش يديروا الحسن الثاني، جاو اطرافير لينا حنايا، بغاو يديروا الازمه الحسن الثاني من خلالنا حنايا. الا ان هذه الازمه هذه الحمد لله تعالجت ورحنا بيان هنا في المغرب ديالنا، ولكن نخدموا على لا ميموار. انا نطلب من المغرب انه ولو اوانا، ولو ان السلطات رحبوا بنا، ولو انهم داروا الخير فينا. انا ما نكرش الخير ديال الهلال الاحمر المغربي، ولا ديال الدرك المغربي، ولا القوات المساعده، ولا المحسنين تاع ناس وجده رحبوا بنا واوانا. انا ما نكرش بان المغرب وظف الاغلبيه ديال المطرودين، بغض النظر الاعاقه وبغض النظر على السن، وبغض هذا الشيء كاع مسجلوا انايا، ولكن ما كاينش لي سويفي لهاد الدوسي هذا. انا ما فهمش علاش حنا عندنا دلائل وعندنا اثباتات على الناس خلات تما، خلات ارزاق وخلات. انا نعرف باللي الجزائر تنكرت الخدمات اللي قدموها الوالدين ديالنا للثوره الجزائريه. حنا عندنا ارامل اللي الشهداء ديالهم كانوا في الجزائر تما وفي 75 ما رحموهمش. انا جد ديالي الحاج كويدر كان عنده كاميون، كان عنده غروسيست، كنا لاباس علينا، وقدم خدمات جليله للثوره الجزائريه، وداق مرض السجون، ومعروف حمام بوحجر، وفي الاخير ما حشموش به. انا حنا زايده 1893 ما عارفه والو مسكينه، حتى هي مشات تردوها امي خضراء الامور، والله لا عيب عليهم الجزائر. انا نقولها من هذا الباب وراني مسؤول عليها، انا ما نسمح لهمش الى يوم القيامه. حنا عندنا اثباتات وعندنا دلائل اللي كتبت باننا كنا ضحيه الواحد الطرد هامجي لا اخلاقي ولا انساني. في العيد الكبير الناس خلاو الحولي معلق، تعرفوا ملي جمال العثماني راه من دامج بصفة كلية هنا في المغرب، وراني معروف هنا في وجدة كاملة، وجو سوي بيان، ما خصني والو الحمد لله. ولكن باقي ذاك الطفل اللي عاش ذاك الطرد باقي ساكنني، وباقي طردني، وباقي يطرح عليا السؤال، وباقي مجنني. لهذا أنا كي نهضر على هذه القضية تاع الطرد نهضر بواحد الحرقة، لأن عندها ارتباط بالموت، عندها ارتباط بالوالدين، عندها ارتباط. حقرونا شتو؟ حنا حقرونا الجزائريين، علاش حقرونا؟ بصح شوف الوالدين ماتوا وحنا كبرنا وغادي نبقاو شادين لا رولاف، وغادي نبقاو لان الجزائر كتبجح بحقوق الانسان وكتدافع على حقوق الانسان، وهي اخترقت حقوق الانسان لانها طردت الناس ابرياء ما عارفين والو كاع. دي غارسون دي زيكسبيسي نيجيري اللي وفقنا الله ودرنا كتب. كاين الاستاذ مسالم قران داير لوسون ديمور، كاين الاستاذ محمد الشرفاوي داير لا مارش نوار، كاين الزهري عبد الجليل داير مون الجيري في 2 متر كاري، الجيري فيها 2 مليون متر كاري. هذا عبد الجليل صاحبي باللي الجيري فيها 2 متر كاري، عنا غير القبر ديال مو. وعندنا كتاب اخر يلا صدر ديال محمد مولاي مع البرلمانيه السابقه في حكومه بلجيكا فتح الادريسي، اللي فورمي بريداتريس، وكيعنيو بها بدوك الاصطافات اللي كانوا كيج. احنا خصكم تعرفوا واحد القضيه، احنا المطرودين من الجزائر كاين اللي مشاو للسبيطار جابوه، ما احترموا لا المعوق ولا الارمله ولا الشيباني ولا 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 والو كاع. انا كيما راني قلت لخويا دروك تزل حنا يمنا زايده 1893 زيدا 1893 ما عارفه والو، جايه تا هي طردوها وفكوا لها الفولار ديالها في الديوانه، باقي نشوفها اليومين هذا، بعثروا لها الشعر ديالها ظنا منهم باننا كندسوا حبه اللويس في اللفات ديالو.